السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنكمل دروس منهج الصف الثاني الإعدادي مع بعض، وإن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على يونت 2 في منهج الكمبيوتر. إحنا اتكلمنا في يونت 1 عن تصميم نافذة نموذج عن طريق أكواد الـ HTML، خلاص اللي إحنا شايفينها قصادنا دي. طبعا نشوف شكل نافذة النموذج اللي إحنا أنشأناها اللي هو الشكل اللي قصادنا اهو. لو جينا فتحنا الموقع عشان نشوف المنظر، نقفل بس الصفحات دي كلها، اهي قصادنا اهو يا شباب. عملنا نيم وباسورد وكونفيرم باسورد وايج والجندر واللانجوج، واستخدمنا انبوت تايب من النوع تكست ومن النوع باسورد، خلاص، ومن النوع برضو تكست والريديو باتون وتشيك بوكس، خلاص، واستخدمنا تو باتون، واحد سبميت واحد ريسيت، وعملنا فورم وكل الكلام ده. طيب نيجي بقى في الجزء الثاني. الكلام اللي احنا شايفينه ده ستاتيك ويب بيج. عايز احول الاستاتيك ده لدايناميك بحيث ان انا لما اجي ادخل حاجه خطا يظهر لي مسج، الاقي حد يرد عليا، احس ان في تفاعل معايا، فدي اسمها دايناميك. يبقى هنا في الحاله دي هنستخدم حاجه اسمها جافا سكريبت، اكواد الجافا سكريبت. تعالوا نشوف مع بعض ازاي اكتب اكواد الجافا سكريبت. طيب بص كده يا شباب، دي صفحة الـ HTML بتاعتنا. ممكن أدخل أكواد الجافا سكريبت يا إما في الهيد يا إما في البادي، خلاص، ينفع في الهيد أو في البادي زي ما أنت عايز. وليكن مثلا أنا أدخلها في البادي، في الهيد. أدخلها إزاي؟ أجي أكتب كلمة سكريبت، خلاص، وسلاش سكريبت بالمنظر دوت، وهنا ما بينهم ببتدي أكتب الأكواد اللي أنا عايزها ما بين السطرين دول بالمنظر دوت. يبقى انا هنا في الجزء ده، في الجزء اللي هنا ده، ببتدي اكتب الاكواد بتاعت الجافا سكريبت بتاعت اللي عايز اطبقها، او ان انا اخد الكلام ده هنا احطه في البادي سواء فوق او تحت زي ما انتوا عايزين بالمنظر دوت. يعني السكريبت ممكن يكتب في الهيد، خلاص، طبعا دي هيد، مش ممكن يكتب في الهيد وممكن يكتب في البادي، الاثنين صح. خلاص نخليها في الهيد فوق وخلاص، نعمل سيف. طيب اول حاجه هناخدها بالجافا سكريبت ان انا مثلا لو عايز اطلع مسج وليكن اليرت. اليرت دي معناها رساله تنبيه، طلع لي رساله تنبيه باي كلمه انا عايزها. طبعا الجافا سكريبت سنسيتيف لحاله الاحرف، تمام، ناخد بالنا منها قوي. ثانيا لازم كل كود فيها او امر ينتهي بسيمي كولون اللي انا كتبتها دي. طيب انا اقول له طلع رساله، هقول له ويلكم تو ماي ويب سايت. تعالوا نعمل سيف كده ونعمل ران للبروجرام بتاعنا ونشوف. بص اللي حصل، اول ما عملت ريفريش ظهر لي ويلكم تو ماي ويب سايت، اهي رساله، دي اسمها الاليرت. لو ضغطت اوكي هيروح يكمل بقيه الكود بتاعي، خلاص كده. يبقى اول حاجه ناخدها ايه؟ ويلكم تو ماي ويب سايت، اللي هي اليرت، رساله تنبيه اليرت. طيب في عندي امر تاني اسمه دوكيومنت دوت رايت، او نخليها زي ما هي دي كده واقول له document dot write، يعني اكتب لي داخل الصفحة بتاعتي، طبعا ما انساش السيمي كولون، وادام بيانات حرفية لازم تكتب ما بين الكوتيشن مارك دول. هقول له prepare او prep by مستر محمد فتحي مثلا. نعمل سيف. تعال نشوف دوكيمنت دوت رايت هتعمل لنا ايه بقى. نيجي نشغل. اهو ادي الاليرت اول حاجه، اول ما اضغط اوكي ظهر لي بريب باي مستر محمد فتحي، خلاص، اللي انا كتبتها بالجافا سكريبت. يبقى دوكيمنت دوت رايت بتكتب لي داخل الصفحه بتاعتي، انما الاليرت بتظهر لي مسج زي ما انتم شايفين. مش كده يا شباب؟ طيب ده بالنسبه لحاجات بسيطه كده عشان نعرف ازاي نكتب اكواد الجافا سكريبت وازاي ان انا اطلع مسج او كده. طيب تعالوا بعد كده نستخدم حاجه اسمها الفانكشن. يعني ايه الفانكشن؟ او قبل ما ندخل في الفانكشن، وليكن مثلا انا عايز الحاجات دي تتنفذ عن طريق باتون. طيب عشان الحاجات دي تتنفذ عن طريق زرار، لما اضغط على زرار يظهر لي مسج، خلاص، هنستخدم حاجه اسمها اون كليك. طيب
طب عشان ما نخبطكمش تعالوا نشوف الفانكشن الاول. فانكشن يعني ايه فانكشن او داله؟ بمعناها عندي مجموعه من الاكواد، انا عايز احط الاكواد دي تحت اسم معين، مجرد ما انده عليها او اضغط على زرار معين ينده لي الكود ده كله وينفذه. بمعنى ناخد مثال بسيط كده، انا عايز اقول له لما اضغط على الباتون اللي هو بتاع السبميت دوت، خلاص اهو الباتون دوت يظهر لي رساله مثلا اللي هو اليرت مثلا، ويلكم مثلا او كده. نعملها ازاي او اي حاجه احنا محتاجينها يعني؟ طب تعالوا نشوف مع بعض كده. اولا ازاي نعلن عن فانكشن؟ بص كده نشيل الكلام ده بقى وتعالوا نعلن عن فانكشن. بقول له فانكشن، بيجي بعدها اسم الفانكشن، اي اسم انا اسميها اف 1 خلاص، ونعمل قوسين دولي والقوسين دولي على طول كده خلاص. فانكشن اسم الفانكشن قوسين صغير، قوسين العاديين وقوسين المجموعه. نيجي هنا بقى لازم نبقى كاتبين الاكواد بطريقه منظمه عشان خاطر يبقى العمليه باينه. ما بين القوسين دول نكتب الكود اللي عايزينه يتنفذ، وليكن اقول له alert تمام، واقول له هنا ايجيبت مثلا او اي حاجه في المنظر ده خلاص، ونحط السيمي كولن ونعمل سيف. طيب دلوقتي انا لو جيت شغلت هل في حاجه تتنفذ؟ تعالوا نعمل ريفريش كده. طبعا مفيش حاجه اتنفذت، هو اكواد ال HTML بس. طب ليه؟ لان انت اعلنت عن الفانكشن فعلا بس ما ناديتش عليها تمام. انت ما ناديتش على الفانكشن دي ان هي تتنفذ، هي الفانكشن اللي اسمها اف 1 دي بتنفذ ايه؟ مسج اسمها ايجيبت، بس انت ما قلتلوش تنفذها. فممكن اجي تحت هنا كده سواء تحت الفورم فوق الفورم زي ما انت عايز في اي مكان، وتنده على الفانكشن بتاعتك هتقول له اف 1 بس كده اهو كده. انت ناديت على الفانكشن بتاعتك. لو جينا عملنا ريفرش خلاص، بس ثانية واحدة ممكن بدل ما ننده عليها بالمنظر دوت ممكن نحطها داخل باتون زي ما انا قلت لكم من شوية. هنيجي نحط باتون فوق كده هقول له input type equal باتون input type equal button، واقول له الفاليو بتاعته اللي هيتكتب على الباتون. هقول له مثلا click to me او click here ماشي. في عندي بقى event حدث اسمه on click، لما حد يضغط عليا click ايه اللي يحصل؟ روح اندهل على الفانكشن بتاعتي f1 بالمنظر ده اهو. انا انشات باتون، الباتون دوت هيكتب عليه كلمه كليك تو مي، وظيفته ان لما حد يضغط عليه ينده الفانكشن يعمل كل الفانكشن اللي اسمها اف 1. نعمل سيف، تعالوا نرن. تمام ظهر عندي الباتون اهو، ده الفورم بقى مالناش علاقه بيه. لو رحت ضغطت على الباتون ده بصوا ظهر لي الاليرت اهي اللي اسمها ايه؟ ايجيبت اهو. خلاص كده عملت كل الفانكشن بتاعتي. الفانكشن بتاعتي بتعمل ايه؟ بتعمل استدعاء للفانكشن او قصدي الايفنت بتاعي، بيعمل استدعاء للفانكشن بتاعتي، والفانكشن دورها ان هي بكتب فيها مجموعه من الاكواد تمام، بتنفذ مجموعه اوامر معينه تحت اسم محدد، وممكن انده لها اني نمبر اوف تايمز اي عدد مرات انا محتاجها. طيب ده بالنسبه لاول واحده. طيب تعالوا ناخد فانكشن مفيده شويه. وليكن مثلا انا عايز اقول له مثلا سوري عايز اقول له اظهر لي رساله بمحتوى التكست بوكس. بمعنى انا عايز اقول له لو جيت كتبت هنا كلمه محمد وجينا ضغطنا على الباتون دوت يظهر لي هنا كلمه محمد اللي هي اتكتبت فين؟ في التكست بوكس. طب دي نعملها ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. نقفل ونيجي نرجع هنا تاني. الفانكشن هنا وظيفتها اولا عشان اعمل الكلام دوت انا هحتاج اروح اسمي التولز اللي عندي. اول اداه هنسمي الفورم، بستخدم هنا بروبرتي او اتريبيوت اسمها النيم، واقول له سميه فورم
1 خلاص. وعايز النيم كمان اللي هو التكست بوكس ده، هقول له نيم خليه يساوي تكست 1. والباسورد دوت هنسميه نيم بتاعه هنسميه باس 1. والباسورد اللي هو كونفيرم باسورد النيم بتاعه هقول له خليه يساوي باس 2. بس كده مش كده يا شباب؟ هاجي هنا بقى اقول له انشئ لي فانكشن. وظيفه الفانكشن دي تعمل ايه؟ بص كده بقى، تظهر لي هقول له alert في رساله محتوى form 1 dot text 1 dot value بتاعته. بس كده. بمعنى ايه؟ هات لي، نقرا من اليمين للشمال كده، هات لي النص الفاليو اللي موجوده على تكست 1. ايه هو التكست 1؟ اللي هو التكست بوكس ده، انبوت تايب تكست الاولاني اللي موجود فين؟ على الفورم 1. خلاص بس كده. طب نعمل استدعاء للفانكشن فين؟ اهو انا عاملها فين؟ في الباتون الاولاني ده. ممكن ناخده كده نحطه تحت كده عشان خاطر ناخده من هنا ونحطه تحت الفورم خالص، ملناش علاقه بالفورم دلوقتي. او هنحطه جوه الفورم عشان خاطر انا مستخدم الفورم فيه، نحطه تحت كده بس نعمل بريك عشان يبقى لوحده بالمنظر ده. خلاص تعال نشوف بس الشكل. ريفريش اهو، انشات باتون تحت خالص اهو، ده طبعا عشان ابعد عن الاثنين دول. طبعا لو انا ضغطت على الباتون ده انا قايل له ينده لي على الفانكشن بتاعت اف 1 اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي بتطلع لي رساله بمحتوى اللي موجود في التكست الاولاني ده. خلاص تعالوا نعمل فاصل كده عشان خاطر الناس تشوف. ماشي، ودولي الباتون بتوعي عشان الناس بس تبقى تعرف تفرق. يبقى انا هنا سميت ده ايه؟ تيست 1 اللي موجود على الفورم 1. خلاص طيب تعالوا نعمل سيف ونرن ريفريش. اول ما اضغط هنا انا هكتب الاول محمد، اول ما اضغط تمام. في هنا بس مشكله، تعال نشوف المشكله فين. اون كليك اف 1. طيب ناخد الكلام ده كده نشيله بره الفورم بس نحطه تحت الفورم. سيف، نيجي نرن تاني. في مشكلة، المشكلة في ايه بقى؟ تعالوا نراجع الأكواد تاني. function f1 alert form 1 dot text 1 dot value فين مين؟ الاسم ده هنا مختلف، هي text 1 اهو text 1. نعمل save، انا كنت مسميه هنا test 1 غلط. تعالوا نعمل refresh تاني. اول ما اضغط ظهر لي، طبعا انا ما كتبتش حاجه فظهر لي قيمه فاضيه. طب لو جيت كتبت كلمه محمد اهو، واول ما اضغط ظهر لي مسج اهو بكلمتي محمد. مش كده يا شباب؟ ادي وظيفه الفانكشن. تاني كده عشان خاطر الموضوع حاسس ان هو تقيل شويه عليكم، انا هنا فوق خالص في الهيد رحت انشات فانكشن ماشي، وحطيت جواها الكود دوت اللي هو عارض لي في رساله الاليرت دي مسج، رساله تنبيه محتوى التكست بوكس الاولاني اللي هو اسمه تكست 1 اللي هو ده اهو، من الفورم الاولاني اللي هو ده، ما هو ده موجود جوه الفورم ده ماشي. وخلصت الفانكشن، جيت بقى ناديت عليها عن طريق ايفنت اسمه اون كليك. خلاص باتون اهو تحت اسمه اون كليك، اسمه قصدي الباتون دوت اسمه باتون. قلت له الحدث بتاعه هينده لي الفانكشن اللي اسمها اف 1، لما اضغط عليه كليك انده لي الفانكشن اللي فوق دي. خلاص كده يا شباب. طيب تعالوا في مثال تاني، بس هنا هنستخدم بقى الكونديشن. يعني ايه الكونديشن؟ الشرط، يعني اف، قاعده اف. وليكن مثلا انا ممكن بدل كلمه ايدج دي اقول له السكور مثلا، اقول له هنا خليها السكور بتاعك، نعمل سيف ونسمي نسميه نيم ايكوال سكور مثلا بالمنظر ده. خلاص
اللي هو الايدج. طيب تعال نشوف مع بعض. انا عايز اقول له لو انت درجتك دي درجتك في ماده من المواد 50 او اكتر تبقى باس ناجح. خلاص هنا استخدمت ايه لو. طيب تعال نشوف نعملها ازاي مع بعض. هنشيل الكود ده ونشوف الفانكشن بتاعتنا اف1 دي عايزينها تعمل ايه. هقول له اف. بصوا بقى قاعده اف تكتب ازاي. قوسين صغيرين نفس موضوع الفانكشن اهو بنفس الطريقه. وننظم العمليه كده عشان نعرف نكتب الكود بتاعنا صح. ماشي نجيب دي كده. نيجي نكتب الكود بتاعنا هنا زي ما احنا عايزين. انا عايز اقول له ايه بقى لو. بس نروح كاتبين هنا ما بين القوسين دول الشرط. الشرط بتاعنا اللي هو ايه محتوى التكست اللي هو اسمه سكور دوت اكتبها ازاي بقى. بص انا اكتبها من اليمين لشمال عشان الفاليو. خلاص دوت دوت ايه بقى القيمه بتاعتي الاداه بتاعتي اللي هي اسمها سكور. انا مش مسميها هنا سكور اهي سكور. خلاص دوت اللي موجوده فين في فورم 1. يبقى لما نيجي نقراها من الشمال لليمين هقول له فورم 1 دوت سكور دوت فاليو يعني القيمه اللي موجوده على التكست اللي اسمه سكور على الفورم 1 ماله لو اكبر من او يساوي 50. ايه اللي يحصل بقى؟ اجي هنا بقى ابتدي اكتب الكود اللي انا عايزه. هقول له طلع لي رساله اليرت بكلمه ايه؟ ناجح او باس بالمنظر ده. بس كده يا شباب. لو جينا بقى نادينا عليها تحت طبعا احنا كاتبين الكود تحت اهو فين؟ انبوت تايب باتون فاليو كليك تو مي. خلاص اوكي. اون كليك لما اضغط عليه كليك انده الفانكشن اللي فوق. تعالوا نعمل سيف كده ونرن. ونشوف مع بعض. طبعا فين السكور؟ اهي هكتب 50 واضغط طلع لي باس. خلاص اكتب 100 مثلا انا قلت 50 او اكبر هيطلع لي باس. طب لو كتبت حاجه صغيره 10 مش هيعمل اي حاجه لان انا ما قلتلوش. ماشي كده يا شباب؟ طيب تعالوا نكمل تاني ناخد مثال تاني. وليكن مثلا انا عايز اقول له ما ينفعش تسيب النيم فاضي. ما ينفعش تسيب النيم فاضي خالص. لو لقيته فاضي طلع لي رساله اقول له يو ماست انتر يور نيم او بليز انتر يور نيم مثلا. طب دي نعملها ازاي برضه؟ عن طريق فانكشن. نيجي للفانكشن بتاعتي انا. اولا الحقل اللي هشتغل عليه ايه؟ اللي هو بتاع النيم اللي هو ده. خلاص انا مسميه تكست 1 تمام. فانا هروح اقول له لو التكست طبعا الفورم 1 دوت تكست 1 خلاص نحفظ بقى تكست 1 dot value. ماله بقى؟ هنا هستخدم equal equal. equal equal دي معناها comparison يعني مش تساوي. انا بقول بسأل هل هي بتساوي قيمة فاضية quotation mark فاضية. لو بتساوي قيمة فاضية يبقى ساعتها اطلع له رسالة اقول له بدل pass هقول له please enter your name بالمنظر ده. ممكن نعمل علامة استفهام اهو. يعني لو قيمة النص القيمة اللي موجودة على التكست بوكس الاولاني اللي موجود على الفورم 1 فاضي انا مش كاتب فيه حاجة. يعني دي بقول لو علامة دي ايكوال ايكوال اكس ايكوال لوحدها. ايكوال لوحدها يعني بقول هم متساويين. انما هنا انا ممكن اقول ممكن لا يس اور نو. خلاص طيب تعالوا ننفذ كده. طبعا انا ناديت عليها تحت اهي اون كليك اف 1 ناديت على الفانكشن بتاعتي. تعالوا نعمل ريفرش ونسيبه فاضي ونيجي نضغط ظهر لي ايه؟ قال لي بليز انتر يور نيم. اجي اكتب حاجه اهو كليك مفيش حاجه اتنفذت لان هو فعلا كتب البيانات بتاعتي. خلاص انما لو سبته فاضي هيظهر لي المسج. تمام نيجي في مثال تاني. طيب في المثال دوت عايزين نقول له مثلا وليكن حقل الباسورد ما ينفعش يبقى اقل من 8 حروف. طيب دي نعملها ازاي؟ طبعا حقل الباسورد انا مسميه باس 1. خلاص فانا هاجي اقول له طبعا هنشتغل على بدل تكست 1 هقول له ايه الفاليو بتاع باس 1 ماله دوت لينث. في عندي فانكشن اسمها لينث بلتي فانكشن كده سوري تمام لينث.
مالها بقى نشيل الكلام ده؟ يعني طول القيمة اللي موجودة على الباس 1 اللي في فورم 1 لو أقل من 8 بس كده. إيه اللي يحصل؟ أنزل أقول له بليز إنتر باسورد مور ذان 8 letters or numbers مثلا، أي حاجة إحنا أي مثلا أو بالمنظر ده. من فضلك دخل الباسورد أكتر من 8 حروف أو أرقام. إمتى؟ لو كان طول، شايفين اللينس دي جديدة أهي، طول النص اللي موجود على باس 1 اللي في الفورم 1 أقل من 8، انده الفانكشن بتاعتها عن طريق الإيفنت اللي اسمه أون كليك على الباترون اللي اسمه كليك تو مي. نعمل سيف، نيجي نرن ريفريش، نيجي نضغط تعالى ندخل بس باسورد الأول. طبعا لازم أكتب هنا عشان فيه أو أنا شلت كده كده الفانكشن. اهو كتبت حرفين بس، لو جينا ضغطنا قال لي بليز انتر باسورد. طب لو تعالوا نكتب بيانات كتير، تمام كده نكتب حاجه قليله مش كده يا شباب؟ تمام. نيجي في مثال تاني. طيب المثال اللي بعد كده انا عايز اقول له ان الباسورد اللي هنا لازم يبقى متطابق مع الباسورد ده، ده مع ده، خلاص ما ينفعش ان انا ادخل بيانات مختلفه، يعني الباسورد اللي هنا هو يبقى هو هنا بالظبط. طب دي نعملها ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. طبعا احنا هنشتغل على حقلين، الباسورد والكونفيرم باسورد، ده اسمه باس 1 وده اسمه باس 2. بسيطه خالص، كل اللي انا اقول له هنشيل طبعا اللينس ده بقى، هقول له الفاليو اللي موجود على الباس 1 لو بتساوي ايكوال ايكوال فورم 1 دوت باس 2 دوت فاليو، بس كده. لو الفاليو بتاع باس 2 بتساوي الفاليو بتاع باس 1 ايه اللي يحصل؟ هقول له بليز انتر او باسورد نوت كوركتد كوركت، اي مسج اهو. خلاص طبعا برضو ناديناها عن طريق الباتون بتاعنا اللي هو الفانكشن اسمها ايه اف 1. نعمل سيف، نيجي نرن ريفريش، تعال ندخل هنا اي كلام وهنا برضو كلام مختلف عنه، ونيجي نضغط تمام. تعالوا بس نراجع كده عشان ممكن يبقى في مشكله عندي، نشوف كده، نرجع هنا form 1.pass 1.value equal form 1.pass 2 فين pass 2. بصوا يا شباب هنا انا عملتها equal، خلاص equal دي معناها لو ده بيساوي ده يبقى طلع المسج دي، وانا طبعا ما كتبتهاش ان هي تساوي وده خطا. فانا لو جيت نفذت كده دلوقتي طبعا دي بتساوي دي، اهو لو جينا كتبنا هنا مثلا واحد وهنا واحد برضه وجينا نضغط هيظهر لي المسج، المفروض نعكسها خلاص. فلو ما بيساويهاش طلع لي المسج. طب اعمل علامه لا تساوي ازاي؟ بدل علامه ايكوال هقول له لا يساوي، اهي دي علامه لا يساوي. لو الفورم دي تمام التكست اللي عليها الاولاني القيمه بتاعته لا تساوي الفاليو بتاعت التكست التاني اللي على الفورم، ايه اللي يحصل؟ طلع لي المسج دي. تعالوا بقى نجرب المره دي. خلاص طبعا دي كده خلاص مش نعمل ريفريش بس الاول، ماشي دي طبعا اهي واحد وهنا واحد كده مش هيطلع لي حاجه، انما لو جينا زودنا شويه بيانات هيطلع لي المسج اهي باسورد نوت كوركت. خلاص كده يا شباب. طيب نيجي في مثال تاني. طيب المثال الاخير بقى اللي هنتكلم عليه دلوقتي ان انا ما ينفعش اسيب حقل فاضي، وليكن مثلا حقل بتاع او مش فاضي بقى، ما ينفعش ادخل فيه بيانات رقميه او ادخل فيه بيانات رقميه اي حاجه. نتكلم على البيانات الرقميه، وليكن الباسورد ده لازم ادخل فيه بيانات رقميه فقط، ما ينفعش ادخل فيه بيانات حرفيه. طيب دي نعملها ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. هنروح للكود طبعا، هنشيل بقى الفانكشن بتاعتنا دي ونكتب فانكشن جديده. بص كده هنسيبها زي ما هي اف 1 خلاص، وهستخدم فيها اف. هاجي اقول له في عندي فانكشن اسمها is ان كابيتال اي ان كابيتال is none، واروح فاتح قوس is none دي معناها نيوميريك لو كانت رقميه. ايه اللي كان رقم؟ فورم 1 دوت ها انا عايز الباس الاولاني باسورد الاولاني اللي انا مسميه باس 1 ماله الفاليو بتاعه، بس كده. معنى كده ان لو كان القيمه اللي موجوده في الباسورد الاولاني في الفورم الاولاني رقمي، ايه اللي يحصل؟
تمام؟ هنا غير رقمي، سوري غير رقمي. ايه اللي يحصل؟ طلع لي رساله اليرت ب ان هو المفروض يدخل رقم نون، اللي هي نون نيوميريك، نون نيوميريك غير رقمي، تمام؟ اقول له يظهر لي المسج، اقول له مثلا بليز انتر نيوميريك فاليو سيف. يعني لو كان فورم 1.bas1.value not numeric، خلاص non numeric او not numeric غير رقمي، is non دي معناها ليست رقم. فلو كان الموجود هنا ليس رقم يبقى ظهر لي المسج دي، تمام؟ خلاص اللي هو على ايه؟ على باس 1 اللي هو دوت. لو انا جيت هنا على الباسورد الاولاني كتبت حاجه مش رقميه حروف، يبقى ساعتها انده لي على الفانكشن بتاعتي لما اضغط على البتن. طب تعالوا نجرب نعمل ريفريش ونيجي بقى على الباسورد نكتب حروف. اول ما اضغط قال لي بليز انتر نيوميريك فاليو. طب تعالى نكتب ارقام، مفيش حاجه ظهرت. تعالوا نكتب حروف، قال لي بليز انتر نيوميريك فاليو. ماشي كده يا شباب، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ويا ريت تجربوا الحاجات دي بايديكم عشان مهمه جدا جدا. لما تفهموها هتلاقوا كل اسئله المنهج سهله جدا جدا، وده المنهج كله منهج لذيذ جدا وبيتعلمكم تصميم المواقع سواء الاستاتيك او الدايناميك. ونتقابل ان شاء الله في دروس قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.